طرأت على الظروف المعيشية، لا تزال العيدية التي تمنح للأطفال خلال العيد عادة سائدة في جميع المدن، وللعيدية فرحة خاصة للأطفال حيث تعتبر تتويجا لفرحة العيد، كما تعتبر العيدية من العادات المتجذرة والقديمة. عباس الأركوازي تجول ويطلعنا على عيدية الأطفال في هذا العيد. تعتبر العيدية من العادات المتجذرة التي تمارسها الشعوب أيام العيد، إذ عادة ما يهب الكبار النقود للأطفال كي تتميز أيام العيد عن باقي الأيام وتحبب لنفوسهم الطقوس الدينية، إذ تعتبر العيدية تتويجا لهذه المناسبة. وقد تختلف العيدية التي تمنح للأطفال، إذ يعتمد ذلك على الطبقة الاجتماعية التي يتعايش فيها الطفل، لكنها مهما ما بلغت كثيرة أم قليلة فهي ستدخل بهجة واسعة في قلوب الصغار. أنتم بخير. أنا كل عيد أخوالي ينطوني فلوس، وأبويا وأمي وجدي. شو تسوي بهم؟ أشتري بهم حلويات ومن المحل. العيد حلو؟ إيه. وين تروح بالعيد؟ والله نتونس نروح هيك هيك. يعني تشتري بعيديتك؟ إيه. طاق عيدية؟ ها؟ كل واحد يشتري طاق عيدية؟ خمسة. 5000؟ إيه. سويت بهم؟ جد مدينة الألعاب أشتري لف رحت من ملاعب. خير أبويا وأمي وجدي وأخواني نطوني يوم العيدية. شو سوون بالعيدية؟ أشتري بيهم. وين تشتري بيهم؟ بالدكان؟ إيه. حلو العيد؟ إيه. كل عام وأنتم بخير. أهني الشعب العراقي. جد طق عيدية هاي؟ إيه. عشرة. من اللي نطاك العيدية؟ من بابا خمسة ومن ماما خمسة. سويت بيهم العيدية؟ رحت على مراتي لعبت بيهم بالمدينة الألعاب. كل عام وانت بخير؟ كل عام وانت بخير. انطوكم عيدية هاي السنة؟ ايه. من نطاش عيدية؟ بابا وماما. ايش قد نطاش عيدية؟ بابا 10 وماما 2 10. شو تسوين بالعيدية؟ رحت بيها على المراتيح والملاعب واشتريت بيها ملابس. وتعتبر العيدية من الموروثات الاجتماعية والشعبية التي تهدف إلى تعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي الذي يقوي من وحدة المجتمع، فحينما يمنح الكبار العيدية لغير أبنائهم لا يكون هنالك طفلا منعزلا عن باقي الأطفال، ما يجنب المجتمع إصابته بعقد نفسية قد تأتي بآثار سلبية على المجتمع. بالنسبة للعيدية موجود منذ القديم، موجود هذا عادة مثل تقليد شعبي بين الأهالي يصير خانقين. العيدية مو مثلا الأب يجي مثلا يطيل لابنه، لا بالعكس، الجوارين مثلا يزورون جار يزور البيت اليمة طبعا هم يطيل. هاي موجودة بين كل الأهالي، هاي حالة اجتماعية موجودة داخل أحسن حالة اللي كيف بالرغم من الظروف التطور اللي صار، لكن أحلى شيء بالعيد هو العيدية. قليل يصير أو كثير نفس الحالة، العيدية حالة اجتماعية شعبية جدا مفرحة خاصة للأطفال. أطفال يصرفون جميع المبالغ الممنوحة لهم، وآخرون يجدون التدبير ويحتفظون بها، ومكتسبون يكونون المرفأ الأخير لتلك المبالغ، ما يجعل الأموال دولة بين الناس. لفضائية كركوك من مدينة خانقين، عباس الأركوازي. ومن عيدية